نعم أجمل إذا أعدنا العلاقة، رممنا العلاقة مع أهم شخصين في حياتنا الدنيا، قرار بر الوالدين. حياتي مع الله أجمل، حياتي مع الله وقلبي لين تبتل صياما دعاء. قرار مهم اليوم علشان نعيش أجواء رمضان صح، مو أجواء رمضان بس، أجواء الدنيا كلها. أي والله صدق، هذا القرار إذا ما اتخذته في حياتك لن تهنى لا في دنياك ولا في آخرتك، ما راح تسعد، ما مستحيل. لأن أصلا رضا الله سبحانه وتعالى مقرون بهذا القرار. شنو القرار؟ قرار قالت لي يا أمي وأنا طالع جايب الفطور، فطرت أنا وياها وأنا طالع بعد ساعة إلى المطار من أجل أن أجي إلى الكويت وأشوف وجهك السمح. أهلا وسهلا والله، الله يحييك. قالت لي يا ولدي أنا دائما أدعي لك، الله يوفقك يا ولدي. الله. أقسم بالله وجدت لذتها إلى الآن وأنا أتكلم معك بس. ما شاء الله ما شاء الله. أسأل الله أن يخليها. لأن فعلا دعاء الوالدة يعني سبحان الله يسهل لك أمور، يسهل ويفتح لك فتوح. دعاءها، إدخال السرور عليهم، البسمة في وجيههم، برهم، يكون سبب لسعادتك في الدنيا والآخرة. لأن طيب الحين حنا اليوم هيام هذه اللي حنا نعيشها، في بعض الناس العلاقات متوترة مع الأب ولا الأم، يعني لمشكلة، لعلاقة اجتماعية، لظرف، لحاجة، شو نقول لهم في مثل هالأيام عشان نبدأ صفحة جديدة؟ أقول لهم فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جاء رجل من اليمن يمشي على قدميه حتى وقف أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أتيتك من اليمن وبايعك على الهجرة والجهاد.